أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ جولتنا بعد الفاصل. البداية من صحيفة البصائر ومقال للكاتب جهاد بشير بعنوان استهداف المساجد ومنهج التحشيد الطائفي. جاءت حديثة الاستيلاء على جامع دعاة الإسلام في منطقة الحرية ببغداد لتمثل لمحة عن طبيعة حلقة الوصل الحالية بين مراحل المشروع السياسي بثوبه الطائفي الذي تتبناه حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق. في مشهد غير منفصل عن الحملة الطائفية التي طالت مساجد البلاد وأئمتها وخطباءها على مدى عقدين من الزمن، هذا النوع من الاستهداف غير منقطع البتة عن المشهد العراقي، لكنه يتباعد ويتقارب في الظهور الإعلامي بحسب مقتضيات المرحلة ووفق ما يراد تحقيقه من مكاسب سياسية ومصالح. ففي مواسم الانتخابات والتنافس المحموم بشأنها تبدو هذه الهجمات ذات رواج في المشهد لغايات واعتبارات تتعلق بالمنهجية الطائفية التي تتبناها أحزاب السلطة ولا سيما المرتبط منها بإيران. من بديهيات المشهد العراقي أن النظام في بغداد في مشروعه وأدواته وجميع متعلقاته مرتبط وجوداً وعدماً بالطائفية السياسية، لأنها المولد الرئيس للفوضى في البلاد، وهي وقود مشروع الاحتلال الأمريكي ونظيره الإيراني المتحالف معه. ومن جملة الحقائق المغيبة عن العراقيين وعمن يرصد مشهدهم عدم انقطاع موضوع الاستهداف الطائفي للمساجد والأئمة والخطباء وطلبة العلم والنخب والكفاءات منذ بدء الاحتلال وإلى يومنا هذا. فالاستهداف مستمر، لكن وتيرته ترتفع مرة وتبلغ ذروتها مرة أخرى، وقد تخف في أنظار الناس والمراقبين مرات. هناك منظمات ومنها منظمة التعاون الإسلامي التي حل أمينها العام في بغداد غداة استهداف جامع دعاة الإسلام والاستيلاء عليه طائفيا، لا تدرك حقيقة ما يجري في العراق. وعدم الإدراك هذا مظنة إدانة وليس التماسا للعذر، لأنه حاصل بإرادتها، فهي تستمد مصادرها من جهة واحدة هي الحكومة ووسائل الإعلام الموجهة التي تخدم المشروع السياسي في البلاد، وترفض أن تتعامل مع من يحمل رسالة القضية العراقية على حقيقتها ويعمل من أجل إيجاد الحلول والمخارج على وجه ينتصر فيه الحق ويزهق فيه الباطل. نذهب الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتب ثامر محمود العاني بعنوان الصندوق السيادي ومشكلة الاقتصاد العراقي. يقول الكاتب: تستحوذ في الوقت الحاضر صناديق الادخار والاستثمار على النسبة الأكثر من صناديق الثروة السيادية وفق تصنيفات الصناديق المسجلة في المعهد الدولي للصناديق السيادية، وتأتي بعدها صناديق التنمية في المرتبة الثانية، وتسهم صناديق الثروة السيادية في تنويع اقتصادات البلدان المالكة لها عبر تحويل الفوائض المالية أو النقدية لتلك البلدان إلى أصول ذات مردود اقتصادي واستخدامها في مجالات استثمارية كأسهم وسندات عقارات وغيرها. ولكن في العراق لا يوجد هكذا صناديق، وهناك مشاكل كبيرة يواجهها الاقتصاد في العراق بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهناك مستقبل مجهول ينتظر العراقيين لاعتمادهم على النفط فقط في موارد الدولة. يعد العراق من الدول الريعية، وذلك لاعتماده شبه الكلي على الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام، إذ تشكل الإيرادات النفطية نحو أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تسهم بنحو 45 إلى 60% من تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أدى إلى اختلال هيكلي كبير في مصادر تمويل الموازنة العامة، ونتيجة للسياسات غير الحكيمة وما شهده العراق من ظروف صعبة تعمق هذا الاختلال لينسحب على مجمل المؤشرات الاقتصادية، حتى أصبحت إيرادات النفط الخام دالة على مستوى الإيرادات العامة للدولة، وبصورة أعم دالة على مستوى نشاط الاقتصاد الوطني. ومع الإيرادات الضخمة التي أدرها النفط الخام على العراق بعد عام 2003، فهذه الإيرادات لم تستغل استغلالا صحيحا، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تطوير مصادر إيراداتها العامة وتنويعها، وبقيت تعتمد على إيراد ريعي ناضب.
أما الآن فنذهب إلى قراءة في مقال للكاتب إبراهيم المشهداني منشور في صحيفة طريق الشعب، وجاء في المقال أن العراق يعاني من إشكالية سكنية متعددة الجوانب في تحقيق الاكتفاء السكني الذي يتطلع إليه معظم العراقيين وخصوصاً الطبقات الفقيرة والمتوسطة ذات الدخل المحدود. هذه الإشكالية تركت أثاراً مروعة نجدها في كثرة الأحياء العشوائية التي تنتشر في المدن الرئيسة، وفي المقدمة مدينة بغداد، تليها مدينة البصرة، ومن ثم تليها مدن أخرى. ولهذا حاولت الحكومات المتعاقبة تضمين سياستها السكنية على تغطية الفجوة في سوق الإسكان من خلال الخطط التنموية التي لم تظهر إلى النور بسبب عوامل وتحديات عجزت تلك الحكومات عن مواجهتها، مما ترتب عليها انفلات هذه السوق عبر التناقض في سياسات التشريع والتمويل والاستثمار. بيد أن الإشكالية الأبرز في سوق السكن التي ظهرت في العراق في سنوات ما بعد عام 2003 وعلى الأخص السنوات الثلاث الأخيرة تتجلى في توافر أموال غريبة أسهمت في رفع أسعار العقارات في بغداد إلى مستويات قياسية. فعلى سبيل المثال أن سعر المتر في أحياء المنصور واليرموك ارتفعت من 5000 دولار إلى 17000 دولار، وهذا التواصل في ارتفاع الأسعار يثير الشكوك في مصادر هذه الأموال. وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية وانتشار كوفيد-19 في السنوات الثلاث الأخيرة، لكنها لم تحد من عمليات الشراء، ما أدت إلى دخول رجال الأعمال والأموال غير الشرعية المتأتية من غسيل الأموال وعمليات تهريب السلع والنفط والتجارة بالمخدرات وعمليات الفساد المالي والإداري حسب جريدة الإندبندنت العربية. وليس أذل على ذلك مما كشفته سرقة القرن في الكيفية التي تم تبييض أموال الأمانات الضريبية في شراء العقارات بمبالغ خيالية في مناطق اليرموك وشارع الأميرات، وما زالت تفاصيل هذه العملية وسراقها يكتنفها الغموض. نشرت مجلة سبيكتاتور البريطانية المحافظة مقالا لجون جينكينز قال فيه إن الغرب أحدث الفوضى في سوريا. يقول جينكينز وهو السفير السابق لبريطانيا في السعودية: كنت في الأسبوع الأخير من آب أغسطس 2013 سفير جلالتها في السعودية، يقصد الملكة الراحلة إليزابيث. ويتابع جينكينز قوله: أصبح مسار الربيع العربي الذي جرى الاحتفاء به بحماس عام 2011 أصبح مسارا دمويا وليس في سوريا وحدها. وأشار إلى الهجوم الكيميائي قبل أسبوع من ذلك الوقت على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق والتي كانت تحت سيطرة المعارضة، وسمحت الحكومة السورية على مضض وبشكل متأخر لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المنطقة المنكوبة، وتوصلوا إلى أن الغاز المستخدم بالهجوم الكيميائي هو غاز السارين. ربما أطلقت الصواريخ المحملة بالأسلحة الكيماوية من جبل قاسيون المطل على العاصمة حيث القصر الرئاسي والمنشآت العسكرية المهمة. ويعرف الجميع أن نظام الأسد لديه ترسانة كيماوية وبدأ باستخدامها في عام 2012، وربما استخدمها مرة في خان العسل بجنوب غرب حلب. كان باراك أوباما واضحا في سياسته الخارجية القائمة على التوجه نحو الشرق، حيث تواجه أمريكا تحديا كبيرا لهيمنتها مع الصين. وتشكلت السياسة بناء على عاملين محددين: مخاوف الولايات المتحدة من التدخلات العسكرية بعد تجاربها الفاشلة لتغيير الأنظمة في العراق وأفغانستان وتفكيك ليبيا ورغبتها في غسل يدها من النزاعات بالشرق الأوسط. ويقولون أن التدقيق في كلام أوباما يعطي فكرة أنه لم يكرس نفسه أبدا للعمل العسكري، وزعموا أن الصفقة التي توصل إليها جون كيري مع سيرجي لافروف لتفكيك الترسانة الكيماوية السورية وتوقيع دمشق على ميثاق منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية كان بحد ذاته نجاحاً. فما حدث هو أن أوباما قاد المنطقة للاعتقاد أن الضربة العسكرية هي ثمن استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، والتراجع لم يكن قراراً غير عقلاني، لكنه وكاميرون لم يحضر الرأي العام له، ولهذا جاء التنازل بمثابة صدمة وترك النتائج خطيرة ودائمة. ختام المقالات مع صحيفة الغد الأردنية ومقال الكاتب مهر أبو طير يقول فيه: أغلب الدول العربية مؤهلة للقسمة على اثنين وربما أكثر في بعض الحالات، والأمثلة على ذلك كثيرة من ليبيا إلى السودان، مرورا بأغلب الدول التي تحمل جينات قسمتها في دمها.
السبب في ذلك يعود إلى أن أغلب الدول العربية محكومة بالحديد والنار وتتفشى فيها المظالم بسبب ممارسات السلطة وممارسات أبناء المجتمع ذاته الذين ينقسمون إلى طبقات وطوائف نصفها حاقد على النصف الآخر إما بسبب الاضطهاد أو بسبب الطبقية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا دول تغيب فيها الروح الواحدة وتتفشى فيها كل هذه الأمراض وسط الفقر والبطالة والتدخل الأجنبي. هذه الدول قابلة بكل بساطة للانشطار عند أول مناسبة تلوح في الآفاق. أغلب العرب يعانون من غياب العدالة في دولهم، والعدالة هنا ليست منحة ولا هبة، بل هي حق طبيعي. وبدون العدالة بما تعنيه على كل الصعد لا يمكن أن تبقى دول كثيرة قائمة حتى بالحديد والنار، لأن المظالم يتأجل انفجارها، لكن التأجيل هنا يعني تراكمها مع فوائدها وتنزلها كفاتورة ثقيلة على هذا البلد أو ذاك حتى بدون التدخل الخارجي في حالات كثيرة. والأدهى والأمر هو تداخل الأدوار، فمن يراقب الحكومات مثلا من النواب تجدهم موظفا يقدم الخدمات للحكومات ويحصل على المقابل، وهذه القاعدة تنطبق على بقية السلطات في أغلب الدول، فلا سلطة في حدودها أصلا ولا سلطة تترك سلطة ثانية وتعتقها لتؤدي مهماتها. والخاسر الوحيد هنا هو الإنسان حين لا تكون حقوقه مضمونة لدى السلطة التي يلجأ إليها لسبب أو لآخر، مثل السلطة القضائية في بعض الدول والسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. ما يمكن قوله هنا إن أغلب الدول العربية مؤهلة للقسمة على 2 أو 3 أو 4 ربما، ما دام شروط الاستدامة غير متوافرة والبنية هشة وضعيفة ومحملة بالأمراض الوراثية، ولا يبدو في الأفق أن أحدا يدرك منسوب الخطر القائم اليوم برغم كل المؤشرات التي نراها. الآن أنتقل وإياكم إلى متابعة كاريكاتير اليوم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تهافت عدد كبير من الزوار على حديقة نباتية قرب لوس أنجلوس الاثنين الماضي بدافع فضوله لمشاهدة تفتح ما يعرف بزهرة الجثة، وهي ظاهرة سريعة الزوال تترافق مع رائحة كريهة جدا، وتعد زهرة تايتينيوم واحدة من أكبر الزهور في العالم وتمثل حدثا نادرا. كما أن إزهار هذه النبتة المهددة بالانقراض التي تنمو عادة في إندونيسيا يستغرق سنوات، وعندما تنضج تنبعث منها روائح قوية تشبه روائح الأطعمة الفاسدة. أوضح بريسدان من مكتبة هنتينغتون التي شهدت الحدث النباتي
أوضح أن رائحتها تشبه رائحة اللحم المتعفن، وشرح أن هذه الرائحة الكريهة عنصر ضروري يمكنها من التكاثر، فيتجذب بواسطتها الذباب ليأتي ويلقحها، وبالتالي بقدر ما تتمكن من نشر تلك الرائحة تجذب المزيد من الذباب ويكون وضعها أفضل. شيء غريب حقا. أعلنت قرغيزستان أنها ستحظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك التي تتهمها السلطات بعدم الحد من الوصول إلى المعلومات الضارة بصحة الأطفال ونموهم في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والمجاورة للصين. وجرى إرسال طلب بهذا المعنى إلى وزارة التنمية الرقمية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة والمتحالفة مع روسيا التي تقترب من الصين. أضافت وزارة الثقافة: لقد تلقينا الكثير من الطلبات المقلقة من المنظمات غير الصحية أو غير الحكومية حول التأثير الضار لتيك توك، وهو تطبيق لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية بسبب تأثيره السلبي على النمو العقلي وصحة الأطفال. وتقول السلطات إنها اتخذت هذا القرار بعد أن لاحظت على وجه الخصوص عدم وجود قيود على الوصول إلى المعلومات الضارة بالصحة الجسدية والعقلية من جانب تيك توك الذي يضم أكثر من 1 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم ويتبع لشركة بايت دانس الصينية. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مدينة جنين ومخيمها، مناطق تشغل عناوين الأخبار بين كل حين وآخر وعنوان رئيسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تقع مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ولطالما كان مخيمها نقطة ملتهبة في النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. تأسس مخيم جنين عام 1953 لإيواء الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم عند تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 ليصبح واحداً من 19 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وثمان مخيمات في قطاع غزة، تأسست كلها في تلك الفترة وتديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. شهد مخيم جنين أحداثاً مهمة ولعب دوراً في الصراع خلال العقود الأخيرة. أبرز هذه الأحداث حصار القوات الإسرائيلية للمخيم في أبريل نيسان عام 2002 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهو ما وصفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بجنين جراد، دلالة على صمود المخيم نسبة إلى حصار مدينة ستالينغراد الروسية خلال الحرب العالمية الثانية. بدل ستالينغراد جنينغراد، لأنه فيها يعني مساحة حقيقية. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن الحصار أدى لمقتل ما لا يقل عن 52 فلسطيني، فيما قتل 23 جندي إسرائيلي، وتم تدمير مناطق واسعة من المخيم تدميراً كاملاً عدا عن المنازل التي سويت بالأرض. وعادت جنين لعناوين الأخبار عام 2021 بعد ظهور جماعة فلسطينية مسلحة أطلق عليها اسم كتيبة جنين، وتضم أفراداً غلب عليهم الطابع الشبابي وينتمون لفصائل فلسطينية أبرزها الجهاد الإسلامي وفتح وحماس، إضافة إلى آخرين لا ينتمون إلى أي تنظيمات سياسية. لاحقاً في عام 2022 أصبحت مدينة جنين ومخيمها وقراها واحداً من الأهداف السياسية لعملية كاسر الأمواج التي أطلقتها إسرائيل. وفي يوليو تموز عام 2023 أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استهدفت مخيم جنين. وبحسب إسرائيل فإن حصارها عام 2002 وجميع العمليات العسكرية اللاحقة التي استهدفت فيها جنين بشكل خاص كانت لهدف واحد فقط، وهو القضاء على المسلحين الفلسطينيين والذين تتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن عمليات وهجمات ضد إسرائيل. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، نلتقيكم لاحقا. دائما وأبدا ظلوا في رعاية الله، إلى اللقاء.